لو طول عمرك بتسمع عن المعدية وسمك المعدية والمزادات في المعدية، تابعنا لنهاية الفيديو عشان هتعرف كل حاجة عن المعدية، تروح لها ازاي، مكانها فين، طريقة البيع والشراء في المعدية بيكون ازاي، فيها سمك بحر وفيها سمك بحيرة، فيها بلح، فيها فاكهة، فيها مناظر جميلة، فيها آثار. تابعونا لنهاية الفيديو علشان تعرفوا كل شيء بالتفصيل. أشوفكم إن شاء الله بعد فاصل قصير. اهلا وسهلا بكم من جديد في قناة شوارع ومعالم اسكندرية، معاكم عادل وائل. وزي ما خرجنا بيكم في فيديو الريف من وسط اسكندرية، النهاردة برضو هنغيروا معاكم جو كده في رحلة صيد وشراء سمك وتغيير جو جميل. احنا على حدود اسكندرية في قرية المعدية. المعدية فين؟ المعدية مش في اسكندرية، ولكن هي على الحدود ما بين اسكندرية والبحيرة، اخر حدود البحيره مع اسكندريه، او اول حدود اسكندريه مع البحيره. قريه المعديه مشهوره جدا بصيد الاسماك وبيع الاسماك، ومشهوره بالبلح زي ما انتم شايفين، جنه ربنا في الارض، نخيل من على الشمال ومن على اليمين، وكمان فيها بحيره، بحيره ادكو، بحيره مالحه زي البرولوس والمنزله، وزي مريوط عندنا اللي احنا بنقول عليها الملاحه، هم بيقولوا عليها بحيره. المعدية على حدود اسكندرية تتبع محافظة البحيرة، مركز ادكو، ولكن هي بجوار المعمورة وابو قير، يعني هي ملاصقة لحدود اسكندرية. فيها بحيرة ادكو زي ما عندنا بحيرة مريوط، وفيها ميناء زي ما ابو قير فيها ميناء، وزي ما في الميناء الشرقي والميناء الغربي عندنا، هي فيها ميناء، بس ميناء المعدية صيد سمك بس، وميناء ابو قير صيد سمك وشحن حبوب وتصدير. ولكن في البداية علشان كل اللي بيتابعني يكون مركز معايا والشرح يكون مظبوط، اول حاجة نروح المعدية ازاي. المعدية فين من ابو قير والمعمورة؟ انا هقولك تروح المعدية ازاي. المعدية ليها اكتر من طريق. الطريق الاول لو انتوا جايين من وسط اسكندرية من محطة مصر او من على البحر، في طريقين جنب بعض، طريق القطر وطريق المشروع. المشروع يعني بلغتنا، بلغة اهل مصر، الميكروباص. المشروع ممكن تركبه من بحري، من المنشية، من محطة مصر، تقول له انا عاوز اروح المندرة او ابو قير او المعمورة. هتوصل هنا عند مزلقان المعمورة، هتلاقي مشاريع المعدية او القطر. احنا كده دي محطة المعمورة البلد، وده القطر المعدل الجديد ب3 جنيه التذكرة، درجة معدلة محسنة، بقاله أقل من شهر، حاجة جميلة جدا. في ده ب3 جنيه، وفي العادي القديم أبو جنين. عاوز تركب أبو 3 اركب، عاوز تركب أبو جنيه اركب. احنا كده في محطة المعمورة. محطة المعمورة فيها سكة تانية للمعدية. السكة الحديد اللي على اليمين دي سكة حديد رشيد المعدية ادكو، والسكة اللي على الشمال رايح جاي من محطة مصر لابو قير، ومن ابو قير لمحطة مصر. انا كده في النص كده في الجزيرة دي، على يميني قطر المعدية، وعلى شمالي قطر ابو قير. انت حضرتك هتيجي من محطة مصر او من ابو قير، طبعا في ناس كتير عارفة الطريق وتقول لي انت بتشرح، انا بشرح للي ما يعرفش. اللي عاوز يوصل المعدية وما يعرفش يجي ازاي. لو انت جاي من ابو قير، القطر ده جاي من ابو قير اهو، لو انت جاي من ابو قير او جاي من محطة مصر، هتنزل المعمورة البلد وتغير الطريق اليمين. اول قطر بيطلع من المعمورة رايح المعدية حوالي الساعة 6:15 او 6:15، بيوصل المعدية 7:45. بس انا بنصحك ان انت تروح بدري عن كده، لو عن طريق المشروع او عن طريق سيارة خاصة زي ما لسه هنشرحه ان شاء الله. كده مزلقنا المعدية، كده احنا وصلنا المعدية بالقطر، احنا كده دخلنا قرية المعدية. القطر زي ما قلت لكم، اول قطر بيوصل المعدية 7:45، 7:15. هو كده الميعاد بدري، بس لو انت عاوز تحضر المزاد بقى من اوله وتشوف نزول السمك من على المراكب بعد الفجر، برضه هقول لك تيجي ازاي بعد الفجر بطريقه سهله. احنا كده وصلنا قريه المعديه عن طريق القطر. المسافه ما بين المعموره
والمعديه بالقطر تلت ساعه او ربع ساعه لو الطريق تمام مفيش تخزين، ربع ساعه تلت ساعه بكتيره، مسافه بسيطه جدا. دي محطه قطر المعديه، انا كده في ظهري المعموره وفي وشي اتكو، ظهر المعموره وفي وشي اتكو كده. انت وصلت المعديه، ده طريق القطر. على الشمال برضو في نفس الطريق، على الشمال طريق المشروع. لو انت ركبت من المعموره البلد وركبت المشروع اللي بيروح المعديه هيوصلك نفس المكان هنا، بس على الشمال. الاجره من المعموره للمعديه ب 3 جنيه ونص، وانت طبعا راجع برضو ب 3 جنيه ونص، وانت راجع في المنشيه في المنظره في كل حاجه. الطريق التاني بقى اللي انت تروح المعديه من عليه، من على الطريق الدولي. لو انت من خارج اسكندريه، من محافظات خارج اسكندريه، وعاوز تروح المعديه وتركب الدولي او الزراعي او الصحراوي، او انت من اسكندريه من وسط اسكندريه وعاوز معاك عربيه ملاكي بسم الله ما شاء الله عليك، وعاوز تيجي بيها من على الدولي. وانا اقصد هنا بالدولي يعني الطريق الدولي، الطريق الساحلي اللي بيعدي منا على حدود اسكندريه، اسمه الطريق الدولي. احنا بنقوله ايه؟ تركب الدولي يعني تمشي على الطريق الدولي، تركب الصحراوي يعني تمشي على الطريق الصحراوي، او تركب الزراعي يعني تمشي على الطريق الزراعي. ده الطريق الزراعي، اسكندريه القاهره، القاهره اسكندريه. انا كده في ظهري كفر الدوار بحيره، في وشي سيدي جابر ابيس سموحه. لو انت جاي من وسط اسكندريه وجاي من على ابيس، هتطلع فوق الكوبري وهتمشي على الطريق الدولي يمين. شايفين العربيات الماشيه يمين دي؟ كده هتطلع على الطريق الدولي، طريق اتكو رشيد. هتوصل لحد العلامه بتاعه قريه المعديه، تقوم نازل وهتشوفه دلوقتي ازاي. لو انت جاي من خارج اسكندريه من اي محافظه تانيه، هتيجي من ورا من ظهري كده من كفر دوار البحيره، هتطلع برضه كوبري وتطلع تركب الدولي يمين اتجاه اتكو رشيد. احنا كده وصلنا عند اليافطه البيضاء اللي على اليمين دي، مكتوب عليها اتجاه المعديه ابو قير، يافطه بتروجيت. هتنزل من اليمين اليافطه دي اليوتيرن كده، تلف كده هتلاقي نفسك ان شاء الله في اتجاه المعديه. هتلاقي مكتوب على اليافطه اتجاه المعديه ابو قير ويافطه شركة بتروجيت. تنزل باليمين هتتجه للمعدية، هتنزل بعربيتك من تحت الكوبري. احنا كده فوق الكوبري، هتنزل بعربيتك من تحت الكوبري، تلاقي نفسك كده وصلت المعدية. هيبقى على شمالك بحيرة اتكو اللي انتوا شايفينها دي على الشمال، وفي وشك كده على طول المعدية. المعدية فيها تلات اماكن لبيع السمك، المينا والبحيرة والمحلات بتاعت البياعين العاديين. احنا ان شاء الله نخش الاول المينا، وبعد كده نروح البحيرة، وبعد كده نروح اماكن الصيد بقى وكده، والاماكن الجميلة في المعدية. لو انتم هتيجوا المعدية على صيد، تعالوا في اي وقت، صبح ظهر بالليل عصر، تيجوا المعدية في اي وقت. في صيد في البحيرة، وفي صيد في البحر، وفي صيد في البغاز. لكن لو انتوا هتيجوا تشتروا سمك، انصحكم تيجوا بعد الفجر او بدايه شروق الشمس. وقبل ما ندخلوا على السمك، احب برضو انوه لمعلومه قلتها في البدايه، البلح بتاع المعديه. بلح المعديه هو حاليا لسه في مرحله الدكار. معظم البلح اللي موجود في اسكندريه طول الموسم بيجي من المعديه. المعدية مشهورة بالبلح الجميل جدا، جميع انواع البلح الجميل والرخيص موجود في المعدية. معظم بلح اسكندرية اللي بتباع في اسكندرية طول موسم الصيف بيجي من المعدية واتكو ورشيد. بلح محترم جدا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك من اسفل الفيديو، لان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. لو انتوا غاويين صيد بقى، تعالوا معانا من هنا بقى. ايه الصيد هنا في البحيرة دي؟ بحيرة اتكو، بحيره مالحه، وده طريق القطر بتاع المعديه المعموره. وعلى يمنا كده في البغاز بتاع المعديه اللي يطلعك على البحر. ده بغاز المعديه، سبحان الله، ميه البحيره تلتقي مع مياه البحر، سبحان الله العظيم. ده الكوبري، ده البغاز. على الشمال ميه البحيره، وعلى اليمين ميه البحر، البحر الابيض المتوسط.
الاتنين بيخشوا على بعض، سبحان القدير العزيز. دي بحيرة ايدكو وانا في ظهري كده البحر. الصيد هنا، تعالوا معانا اصطادوا معانا هنا. الصيد هنا طول اليوم ليل ونهار، الرزق بسم الله ما شاء الله، انت ورزقك بقى. تصطاد من البحيرة وتصطاد من البحر. اهو ده هنا، ده دي الميناء القديمة بتاعة المعدية. ده البغاز كده اللي طلعك على البحر على طول، اللي في وشك دي المغاز بتاع بغاز المعدية او ميناء المعدية القديمة، زي الماكس. المنطقة دي زي عندنا في الماكس بالظبط، تيبيكال. المعدية اشبه بأبو قير، حتى عادات الناس وتقاليد الناس هنا زي أبو قير بالظبط. انا بلف بالكاميرا هنا، بحيرة وبحر. دي بحيرة ايدكو وفي ظهري كده البحر. الصيد هنا بيبدأ بعد العصر، بتبقى كميات كبيرة قوي من الصيادين بالبوص طبعا، وفي طبعا بيصطاد بالغزل، وفي بجميع انواع الصيد هنا. انا كده في وشي كده البحر الابيض المتوسط. اول ما بقابل على الشمال بقابل ابو قير. ده لو انت غاوي صيد. لو انت غاوي بقى تشتري سمك وتتفرج على المزادات في المعدية، تعال معانا. احنا كده رايحين من المعدية بعد شروق الشمس، بعد الفجر بحاجة بسيطة. احنا كده بعد الفجر مع اول شروق للشمس، احنا كده داخلين من المعدية. من المعدية زيها زي ميناء ابو قير، مراكب صيد، مراكب صغيرة، مراكب كبيرة. هتشوف المنظر حاجة جميلة جدا، جميع انواع السمك موجودة في ميناء المعدية. معظم المحلات الكبيرة في اسكندرية مصدرها من هنا. الدورة، حسني، بقش، قلع، كله كله من هنا. وانا بشوف بنفسي لما بكون هنا، بشوف الناس اللي بتشتري لهم من هنا. الكتعة، كل المحلات الكبيرة اللي في اسكندرية بتيجي المعدية الصبح بدري تشتري السمك بأنواعه. وفي اسكندرية مليانة محلات بأسماء سمك المعدية، سردين المعدية، كله يقول لك المعدية المعدية، واخدة شهرة كبيرة جدا في اسكندرية سمك المعدية. احنا كده دخلنا ميناء المعدية. زي ما انتم شايفين في مراكب سافرت امبارح وبتيجي الصبح، وفي مراكب هتطلع دلوقتي تسافر وهتيجي بالليل او تيجي الصبح. احنا كده بعد الفجرية بشوية في مراكب وصلت كانت بايتة، وفي مراكب لسه هتطلع دلوقتي، ربنا يرزقهم. الوضع حاليا احنا لسه هنخش على المكان اللي فيه المزادات والبيع دي كلها. زي ما تقولوا دي مراكب، في مراكب سافرت امبارح ورجعت دلوقتي وانا بصور، وفي مراكب لسه هتطلع دلوقتي وهتيجي بكره ان شاء الله. الله اعلم هتيجي امتى حسب ما بتقعد في البحر. احنا كده الجو لسه، الشمس يعني يا دوبك بتطلع. احنا كده بعد الفجر طبعا، وقت الصيد غير شراء السمك. لو انت رايح تصطاد تروح في اي وقت، لكن لو عاوز تشتري سمك طازه وجميل ورخيص بعد الفجر زي في الوقت ده. وللعلم ميناء المعدية صيد فقط، صيد أسماك فقط. تختلف عن أبو قير. أبو قير صيد وشحن حبوب وتصدير. البيع والشراء بيشتغل ازاي في المعدية؟ زي ما انتم شايفين دي مركب بتنزل أو بتفرغ حمولة الصيد بسم الله ما شاء الله اللي ربنا رزقهم بيه، بينزلوه على عربية على تروسيكل، وبعد كده بيتمشوا بيه شوية كده إلى مكان البيع. حمولة المركب بتروح للوسيط اللي هو ما بين صاحب المركب وما بين الجمهور. الوسيط ده اللي هو المعلم اللي عنده خبرة بأنواع السمك وأسعارها، والسوق طالع السوق نازل، هو بس يبص للطاولة بيعرف هي بكام وبيبيعها لصاحب المركب، وطبعا بياخد نسبة من الربح. احنا كده في المكان المخصص لبيع السمك في ميناء المعدية. زي ما انتم شايفين جميع انواع السمك، اللوط والجمبري والصبيط، احجام مختلفة، انواع مختلفة. طبعا انا بصور بناء رغبة. طبعا ده بقر اهو، ده نوع من انواع البقر او المحرات. هنا بيقولوا عليه ده البقر. طبعا الفصيلة دي كتير، طبعا منها المحرات ومنها البقر، واحجام واشكال كتير بناء على طلب الناس. ده الكاليماري اهو، كاليماري. كل حاجة موجودة في المعدية، جميع انواع السمك موجود في المعدية.
بناء على طلب الناس، فيقول لك ما تصورش وشنا. فانا طبعا استجبت على قد ما اقدر اللي انا ما اجيبش وش. البيع والسمك بيبقى عباره عن مزاد هنا زي بيع الجمله بقر. ناس تقول عليه بقر، ناس تقول عليه محراد، بس ده بقر. المحراد بتبقى فصيله تانية يعني. البيع عباره عن مزاد طبعا، مش زي ما انتوا فاكرين بقى مزاد لاعلى سعر، لا. اللي انا خدت بالي منه في المعديه ان الناس دي بسبب ان هم كل يوم موجودين بسم الله ما شاء الله في نفس الميعاد ونفس البيع، حافظين بعض. يعني التاجر بيزود من نفسه من غير حتى انت كمان ما تزود، هو عارف مين اللي واقف وعارف السمك ده رايح لمين ومين هياخده. يعني لو انت لسه اول يوم تروح تشتري سمك من المعديه وعاوز تشتري كيلو او 2 كيلو، لا ما انصحك ما تروحش، لازم تروح معاك قرايبك اصحابك عشان تشتروا مثلا طاولتين ثلاثة. لكن كيلو 2 كيلو مش هتعرف تشتري. الشراء هنا بالطاولة وبالطاولتين، ده الجمبري جامبو واللي جنبه ده ازاز، بيحط شوية جامبو على شوية ازاز ويبيع كله ازاز او كله جامبو. طبعا كل مكان فيه وفيه، هو هنا بيعمل الصغير تحت وبعدين يحط فوق منه الكبير. طبعا كل صنعة وفيها وفيها، زيها زي الخضار زي الفاكهة، بيحط الحاجة الكويسة فوق والحاجة النص نص تحت والحاجة التانية تحت خالص، او بيعمل كده وش كده. طبعا ده نوع او حجم، ويرجع يحط الحجم الكبير عليه وبيع يا راجل. عشان كده بقولك لو انت حضرتك مش عندكش خبرة كبيرة بانواع اسماك واسعارها، انصحك ما تروحش المينا واشتري من المحلات اللي بره. في المينا البيع بالجملة بالطاولات بكميات كبيرة، استاكوزا هي استاكوزا صحية عية، استاكوزا لسه جاية من البحر حية صحية. معظم الناس اللي بتشتري من المينا بعد الفجر معظمهم تجار واصحاب محلات سمك ومندوبين لمحلات كبيرة او بيوزعوا المحلات كبيرة، بياخدوا كميات بسم الله ما شاء الله كميات كبيرة. ومعظمهم برضو بيودي للمطاعم الكبيرة او الفنادق الكبيرة. يعني بسم الله ما شاء الله السمك الكبير والكابوريا الكبيرة والنيتش الكبيرة والجمبري الجامبو الكبير، ده اكيد مش هيتباع على في الشارع او هيتباع في محلات صغيرة. اللي بياخدوا طبعا المحلات الكبيرة المطاعم الكبيرة والفنادق. وانا اكاد اجزم يعني اقول لك لمعظم المحلات الكبيره استحاله تكون كل اللي بينزل للزباين طازه يعني او من البحر، في نسبه كبيره منه مجمد. المعديه نفسها في المينا المعديه في محلات لبيع السمك المجمد، وصاحب المحل او صاحب المطعم وهو ماشي واخد سمكه الطازه بياخد له كام كرتونه من المحلات مجمد، وبيفك يحط المجمد على الطازه والطازه على المجمد والايه والفرن بيداوي كله بياكل. والكلام ده انا شفته بعناية يعني، مش وجربته وعلى صله بناس يعني، وشفتهم مطاعم كبيره بتفك سمك مجمد، جمبري، سبيت، كله ده بيبقى مجمد جاي من الامارات، جاي من عمان، جاي من الاردن، كله ده من ماليزيا بتفك وخش الفران، ما تعرفش تميز بقى ان كان هو بلدي او كان هو طازه او كان هو مجمد. طبعا كل منطقه فيها الصالح والطالع، كل مكان فيه وفيه. فعلشان كده انا عشان ما تقولش تدعي عليا تقول انت وديتنا وتضحك علينا، لو حضرتك مش ملم بانواع السمك واسعارها وتعرف تشتري وتعرف تفاصل، انصحك ما تروحش. سافوريا اهي، جمبري، ازاز، اقعد في بيتك معزز مكرم واطلب السمك يجيلك، او انزل اشتريه من تحت البيت. الجمبري الجامبو حي يا جماعه، بص الجمبريه بتلعب، الجمبريه بتلعب يا جماعه والله صاحي حي. انا بص بقرب لكم الكاميرا، الجمبريه حيه وصاحيه لسه نازله من المركب. طبعا اللي بيصطاد الجمبري مراكب الجرف، هي اسمها كده مراكب جرف. طبعا اللوط كله موجود في المعديه.
لوط، سافوريا، فينيس، كاكوزا، الماري، كله موجود في المعدية. بس زي ما قلت لكم السمك الكبير بيروح للمحلات الكبيره. سافوريا اهي، سمك موسى، المعديه فيها سمك مجمد. ايوه فيها سمك مجمد، بس طبعا الطرق في ناس، في كل مكان في الصالح وفي الطالح. بس للاسف انا نفسي الناس اللي بتبيع المجمد، لو هو قال مجمد ماشي، لكن هو يحلف طلاق بالتلات عليا، الطلاق ده لسه لازم المركب عليا ايه، وهو بيبقى مجمد. لكن هو لو يصارح الناس ويقول لهم ده سمك مجمد ماشي، لكن هو للاسف بيضحكوا على الناس ويقولوا لهم ده سمك المعديه. هو صح جابه من المعديه بس هو جايبه مجمد. طبعا انا كان نفسي انا مصور كتير في المزادات، بس وقت الفيديو هيطول، احنا خدنا وقت في الشرح، بس كان لازم اشرح تيجي المعديه ازاي، وان شاء الله نعمله فيديو تاني للمزادات. بس قبل ما نروحوا للمكان التاني البحيره، احب اعرفكم اللي الناس اللي شغاله مع التاجر او الوسيط اللي هو ما بين صاحب المركب وما بين الجمهور اليوزر، يعني الصبيان بتوعه بقى بياخدوا حقهم ازاي، بياخدوا كبشه من كل طاوله. يعني لو طاوله جمبري ياخد كبشه جمبري، لو طاوله صبيت ياخد كام واحده، يا كاليماري دينيس ياخد واحده، مياس ياخد واحده، وقار ياخد واحده. ده عرف متعارف عليه في المعديه، وتهيالي في ابو قير برضو كمان ده عرف، اللي هم بياخدوا حقهم الناس اللي بقى مع التاجر الكبير اللي هو بيشغل المزاد، بياخدوا حقهم من كل طاوله. وهوريكم في واحد منهم وبياخد الحاجه بتاعته بياخدها ازاي، والناس اللي هي هتشتري الطاوله دي بتتعامل معاها ازاي. طبعا اللي هيشتري الطاوله يهمه اللي هو يشتريها بكميتها كبيره، مش منقص منها. بص ده اهو اللي هو اسمه عنده، ده اسمه ايه الله اعلم، ياخد حق الصبيان او حق المعلم. طبعا كل اللي عاوز يشتريها فبقول له ايه ايدك شويه، لانه قال لك اشتريها مش ناقصه. يعني صبيت اهو، صبيت بلدي. طبعا كان نفسي اصور لكم كتير، طبعا مصور كتير بس وقت الفيديو هيبقى كتير قوي، لسه عندنا حاجات كتير قوي عايزين نشوفوها. نروح بقى للمكان التاني اللي في المعديه، البحيره والصيد فيها ازاي والبيع فيها ازاي. كده احنا طالعين من ميناء المعديه، هنخش بقى ايه قاره المعديه نفسها. بقى قاره المعديه بقى فيها اماكن لبيع سمك البحر واماكن لبيع سمك البحيره، وفيها مزادات وفيها محلات سمك ومحلات شوي سمك وقلي سمك وفاكهه وخضار، فيها كل حاجه، منطقه حيويه. طبعا احنا كده ناخده يمين على قريه المعديه، هيبقى شمالنا كده الطريق الدولي الساحلي بقى ادكو رشيد. احنا كده داخلين كده في وشنا قريه المعديه، وبعدها المعموره وابو قير والمندره. الطريق ده طريق المعموره المندره المنتزه ابو قير. احنا كده في داخلين وسط قريه المعديه. طبعا الجو لسه بدري، احنا كنا داخلين الميناء بعد الفجر، فلسه الجو يعني حدود الساعه دلوقتي حاليا 7:30 كده، اللي احنا كنا داخلين الميناء بدري. طبعا احنا على شمالنا كده بحيره ايدكو اهوت، الصيد بقى لو انت عايز تيجي تصطاد بالصناره، عاوز تيجي تتفسح، البحر على يمينك والبحيره على شمالك، ده البوغاز. طبعا المعديه بالنسبه لينا شرق اسكندريه، المندره والمعموره وابو قير، احنا حافظينها، احنا على طول باستمرار موجودين في المعديه، نصطادوا سمك، نشتروا سمك، فالمعديه بالنسبه لنا محفوظه. يعني احنا كده داخلين قريه المعديه. طبعا هنا في بقى محلات السمك وشوي السمك وقلي السمك ومحلات الفراخ وشوي الفراخ والفاكهه والخضار، كله موجود هنا بجوار محطه القطر. دي كلها محلات بيع اسماك، بس هنا بقى في فرق بينها وبين المينا، اللي هنا ممكن يكون ايه في قطاعي شويه، في مزادات اهوت بس مش زي جوه، على بسيط وحاجات قليلة مش زي اللي جوه. يعني المحطة الثالثة والأخيرة في المعدية هي البحيرة.
صيد السمك في البحيرة وشراء السمك من البحيرة. دي بحيرة إيدكو، زيها زي بحيرة مريوط عندنا، بنقول عليها الملاحة هنا، بنقول عليها بحيرة. اللي على اليمين دي خلي بالكوا، دي مزارع سمك جوه البحيرة. على اليمين اهي، دي مزارع سمك جوه البحيرة. فاللي يروح يشتري سمك بلطي او خنيني من البحيرة ياخد باله، لو لقى ان السمك كله حجم واحد ولون واحد يعرف ان الصياد راح اشترى سمك من المزارع وحطهم في الشبك معاه او في المركب وقال ايه ده هو صيده. لان سمك البحيرة غالبا بيبقى سمك صغير بسبب ان الصيد كل يوم، فالسمك بيبقى حجمه صغير وهو سمك البحيرة صغير. فلو لقيت سمك كبير حجمه كبير وكله حجم واحد وشكل واحد ولون واحد تعرف اللي ده سمك مزارع. وفي كمان في المكان ده بيبيعوا البوري، بس بوري مزارع. صح صح لنفسك، معظم البوري اللي بيتباع في المكان ده بوري مزارع، لان المزارع جوه منتشرة. وللعلم هي مزارع اكلها نظيف، يعني انا اتعاملت معاهم واكلت منهم مزارع اكلها نظيف، في مزارع اكلها مش نظيف. وارجع اوضح للناس اللي بتحب التفاصيل، اكلها نظيف يعني الاكل اللي بيقدموه للسمك في المزرعة، اكل العلف والاكل اللي بيقدموه للسمك في المزرعة. انا قصدي كده باكلها نظيف واكلها مش نظيف. زي ما انتم شايفين ده كله بيتباع سمك جاي من البحيرة، طبعا في اللي بيجيبوه من المزرعة وفي اللي بيصطادوه من البحيرة. زي ما قلت لكم اللي يروح يشتري يركز برضو، بس لو هو حتى كمان سمك المزرعة، انا اؤكد لكم ان سمك المزارع اللي في المنطقة دي سمك كويس. يعني ايه يا عم عادل سمك كويس؟ انت بتاخد منهم فلوس؟ لا انا جربت سمك كتير مزارع، في مزارع بتاكل زبالة، لكن المزارع دي انا طبعا احب التطفل قوي. شفتهم بياكلوا ساعات، بياكلوا بسارية وبياكلوا فضلات الشبك، مراكب الصيد لما بيجي ينضفوا السمك بيبقى فيه فضلات سمك بياكلوها للمزرعة. ده الشكال عندنا في بحري بيقولوا عليه شكال، هنا في المعدية بيقولوا عليه عقرب او عقارب. خلي بالك لو انت برضو ما عندكش فكرة ممكن يبيعولك الشكال ده على اساس اللي هو جمبري. في بحري بيبيعوه للي ما يعرفش على اساس اللي هو استاكوزا بلدي، ده شكال. والله العظيم انا شفت في حلقة بحري بيبيعوه للي ما يعرفوش ايه ده، لو انت سألته ايه ده يقول لك ده استاكوزا بلدي. فخلي بالك ركز قوي، مش لو انت ما عندكش فكره بالسمك مش كل ما تقابل بياع تقول له ايه ده وايه ده، عشان في ناس طبعا فيهم الصالح والطالح ممكن يضحكوا عليك ويلبسوك في الحيط ويبيعوا لك الايه الطرمان. ده شكال بيقولوا عليه في المعديه عقاب. طبعا غير السمك والميه، المعديه فيها اثار، فيها بقايا حاميات عثمانيه او بقايا طابيات. الطابيه اللي انتوا شايفينها دلوقتي دي اخت طابيه المكس بالظبط، الطابيه دي اختها بالظبط في المكس، بنفس الهيئه بنفس الشكل، الجنود بيكونوا جواها والفتحات دي بيخرجوا منها الاسلحه ومراقبه السواحل. دي طابيه عثمانيه، بقايا طابيات عثمانيه موجوده في المعديه على شاطئ المعديه. طبعا الواضح اللي كان فيه هنا حامية عثمانية موجودة. زمان في كتب التاريخ بتقول ان المعدية كانت جزء يعني مهم بالنسبة لأبو قير، بغاز المعدية في وقت الفرع الكانوبي فرع النيقابوس. دي بقايا حاميات عثمانية وطوابي عثمانية في المعدية على شاطئ المعدية. نهاية جولتنا، يا رب تكونوا وفقنا ان احنا نرسم على وجوهكم البسمة والفرحة ونغير لكم جو كده. ولكن لو حضرتك اول مرة تابعنا يا ريت تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تعمل لايك من اسفل الفيديو علشان اللايك هو اللي بينشر الفيديو. تابعونا هتلفوا معنا اسكندرية شارع شارع حارة حارة منطقة منطقة، وكمان هنطلعوا ورا اسكندرية لكن واحدة واحدة، كل شوية نطلعوا برا شوية. أشوفكم في فيديوهات قادمة إن شاء الله.